بتاعت الكبار زي بقول لحضرتك المصارعه، تحطيم، الجري طبعا. بس لازم نفرق بين حاجتين، بين الالعاب او الرياضه الترفيهيه اللي هي في غالب كان بيعملوها الاطفال الصغيرين زي النط الانجليزي، الحاجات المتوارثه لحد دلوقتي، القطع والرفع والنقش وكل الكلام ده اللي هي بمفهومنا دلوقتي بدائيه تخرج. لكن يعني كانوا يجيبوا ثلاث يعني يعملوا 9 مربعات ويجيبوا 3 فيشات مختلفه بالنسبه للعيبه، والبعض قال لك لا دي شطرنج لما اخذت شكل بقى انها تبقى في عيبه ومربعات وحاجات زي كده. وبدات على فكره شركات اجنبيه تنتج هذه الالعاب وتبيعها. الحضاره المصريه مش عشان الناس على كثير من الانتاج سواء المعماري او النحت في مصر القديمه، وخرج بنتائج مبهره في هذا المجال. ده يبقى اذا اي حد بيتفرج ويروح بخياله ويتصور الناس دي في الوقت ده ازاي عملت الكلام ده، ده جانب ابهاري مهم جدا. لكن هو الاهم ان المصري لم يكن يقوم اسف باي انجاز من اللي احنا بنشوفها دي الا اذا كان لهذا الانجاز وظيفه في حياته، ما كانش في حاجه عبثيه خالص. فلما بينشئ معبد هو عارف هو بينشئه ليه، لما بيعمله بعناصر معماريه معينه هو عارف ان كل عنصر من دول بدأ من الصرح لحد قدس الاقداس في الخارج، بالنسبه في الاخر بالنسبه للمعابد كل واحده لها وظيفه.